العلامات هي هادي إلى مختلف جوانب الحياة. ما فيش شك إن محمد علي أنتج آلة عسكرية فريدة في التاريخ. مين هو محمد علي؟ الحرف العربي واضح وجميل. ما فيش دولة في العالم بتعمله معلقات زي كده ولوحات فنية تزين الأماكن. العلامات كانت مفقودة. احنا عندنا نجيب محفوظ، عندنا ذكرياته مع الذين عاصروه. ده هو حقهم بيديروا جائزة نوبل تاني عشان الضحكة دي. المصريون ما بيقولوش صوته جميل، بيقولوا حسه حلو. ربما توجد علامة في الحياة الفنية. احنا عايزين حد يكتشف الاصوات الموجوده في الريف. محدش بيدور الا على مصلحته حتى اكبرها كبير. خميسي كتب شعرا فابدع عليك نور. كامل الشناوي احد علامات الظرف. النص التاريخي لازم يكون مستصرخ. انا شفت عبد الناصر وانا صغير. ده محصله الثقافه اللي موجوده في المجتمع. معلش يا استاذ جمال، الناس يبعد كلام في مصر، الناس عايزه تشوف بيها. العاشرة مساء في القاهرة، أهلا بكم إلى موجز لأهم الأنباء. حدد الرئيس السوداني عمر البشير غدا الخميس مهلة أخيرة أمام الوساطة المشتركة والحركات الدارفورية المسلحة لتوقيع اتفاق سلام دارفور في الدوحة. وخلال زيارته اليوم لولاية جنوب دارفور، قال البشير إن التفاوض بعد ذلك سيكون مع أهل دارفور ليصنعهم السلام الحقيقي. لكن بقينا كفاية بعد كده، السلام هنا من دارفور جوا، وانه اهل دارفور ومواطن دارفور هم اللي يصنعوا السلام. احنا وضعنا حد لغايه بكره، تم اتفاق الحمد لله وده المطلوب. ما تم اتفاق على اسحب وفدر من هناك ونجد التفاوض يكون داخل دارفور والحوار داخل دارفور. وفي جوبا قال امين عام الجامعه العربيه عمرو موسى انه لم يطرح اي مقترحات خلال مشاوراته في السودان. وأضاف عقب لقائه برئيس حكومة جنوب السودان سيلفا كير أن تحقيق الأمن هو أولوية للجميع. لن نقدم مقترحاتها للطرفين والوسطاء المباشرين. نحن نتابع باهتمام ونرجو أن كل شيء يحل بسلام وبتوافق ما بين الأخوين. ما فيش حاجة اسمها أمر واقع أمر غير واقع، في استفتاء وفي نتائج استفتاء. استفتاء في موعده ومتفق عليه وننتظر نتائجه ونتعامل معها. دشن الرئيس اليمني علي عبد الله صالح حملة الانتخابات البرلمانية والمقرر إجراؤها يوم 27 من إبريل عام 2011، وذلك في تجمع انتخابي في مدينة عدن. ودعا صالح المراقبين الدوليين إلى مراقبة الانتخابات، كما دعا قوى المعارضة المنضوية تحت تحالف اللقاء المشترك إلى المشاركة الفعالة فيها. توعد أنصار رئيس كوت ديفوار المنتهية ولايته لوران باكبو بالاستيلاء على معقل الرئيس المعترف به دوليا الحسن واتارا يوم السبت المقبل. وفي المقابل قرر الاتحاد الأوروبي الاعتراف بالسفراء الذين يعينهم واتارا. كان وفد مجموعة غرب أفريقيا إكواس قرر العودة إلى كوت ديفوار الاثنين المقبل لإجراء جولة ثانية من المحادثات مع باكبو لإقناعه بالتنحي عن سدة الحكم لصالح واتارا. أكدت مصر وكينيا على أهمية استمرار الحوار بين دول حوض النيل بما يحقق مصالحها وحرص البلدين على تدعيم العلاقات الثنائية في مختلف المجالات. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي المشترك الذي عقده رئيس الوزراء أحمد نظيف ونائب رئيس كينيا كالتو كيتس ماسيوكا. وشدد نظيف على حرص مصر على دعم علاقات التعاون مع دول الحوض، مشيرا إلى أن توقيع الاتفاقية الإطارية لن يوقف تعاون مصر مع هذه الدول. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يستمر الطقس غدا في حالة عدم الاستقرار، حيث يستمر سقوط الأمطار الغزيرة على أغلب أنحاء البلاد مع انخفاض درجات الحرارة مصحوبة بنشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة.
كانت موجة الطقس السيء التي شهدتها العديد من محافظات الجمهورية اليوم قد تسببت في إغلاق 5 موانئ مصرية، كما تسببت موجة الطقس السيء في تسجيل العديد من الحوادث على 3 طرق سريعة بالقرب من القاهرة. انتهى الموجز. للمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا على الإنترنت nonnews.tv. إلى اللقاء. Créer de la valeur ajoutée, on dit que 70% de la valeur ajoutée créée dans les pays du bassin méditerranéen est grâce à la PME. Et aussi, elle crée l'emploi. On dit que plus de 80% des emplois sont créés à ce niveau-là. Ce programme d'appui aux petites et moyennes entreprises n'est qu'un des programmes que nous avons pour aider l'Algérie en tant que partenaire privilégié pour nous de l'Union européenne. De les aider à diversifier son économie. Le premier programme consistait donc en l'accompagnement d'entreprises algériennes dans le cadre de sa mise à niveau et pourquoi pas éventuellement de sa certification. L'organisation de l'entreprise selon certaines normes est fondamentale pour pouvoir exporter dans la mesure où ne sont pas des institutions particulières à le demander, sans et le marché qui le demande. Ce qui peut apporter l'aide internationale ne peut être qu'un complément. L'essentiel de la mise à niveau dépend de la décision du chef d'entreprise et des moyens qu'il y met. حنا نعرف في الـ في الـ في المحيط الأورو متوسط بلدان اللي قوتها هي لا بي ام. Dans tous les pays au monde, la PME est le fer de lance de l'économie. دائماً منطقة البحر الأبيض المتوسط فضاءً للتبادل والتفاعل بين الشعوب في مختلف المجالات، ومن أبرزها مجال الاقتصاد والتجارة. واليوم كذلك يعد الاقتصاد من أهم محاور الشراكة بين الاتحاد الأوروبي ودول الجوار في الضفة الجنوبية. تكتسي هذه الشراكة بعداً إقليمياً يشمل جميع دول الجنوب المتوسط، قصد تفعيل التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري بين الضفتين لمصلحة شعوب المنطقة. كما تهدف هذه الشراكة إلى تطوير التعاون والتبادل وتحقيق الاندماج والتكامل بين دول الجنوب في المجال الاقتصادي والتجاري. تأتي هذه الشراكة الإقليمية لتكمل خطط التنمية الاقتصادية الوطنية التي تضعها دول الضفة الجنوبية من أجل بلوغ الأهداف التنموية التي تسطرها لأنفسها. تولي دول جنوب المتوسط أهمية بالغة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، حيث أدرجتها ضمن أولوياتها ومن بين الركائز الأساسية التي تعتمد عليها خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية. في الجزائر، وبفضل الإجراءات التحفيزية التي اتخذتها الحكومة من أجل تحسين مناخ الأعمال والاستثمار، تشهد السوق المحلي انفتاحاً محسوساً أدى إلى جلب العديد من الشركات الأجنبية في شتى المجالات الصناعية التجارية والخدماتية. الاقتصاد الجزائري passé par
الاقتصاد الجزائري مر بعدة مراحل. الاقتصاد الاشتراكي من سنة 63 900 ألف إلى غاية 78 900 ألف. بعدها بدأنا في عملية إعادة هيكلة المؤسسات العمومية واختصاصاتها. وبدءا من تسعينيات القرن الماضي انتقلنا إلى الإصلاحات، خاصة المؤسسات المتوسطة والصغيرة، اقتداء ببلدان الحوض المتوسط التي ارتكزت اقتصاديتها على المؤسسات المتوسطة والصغيرة. في إطار برنامج دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وفرت الدولة البنية التحتية اللازمة لإنشاء مناطق صناعية، كما تمت تهيئة الأراضي المخصصة للاستثمار الصناعي لفائدة هذه المؤسسات. تنشط في الجزائر اليوم حوالي 400 ألف مؤسسة صغيرة ومتوسطة تساهم في الإنتاج المحلي الخام بنسبة 50% خارج قطاع المحروقات. La petite et moyenne entreprise est le poumon de notre économie. 98% de nos entreprises sont. المؤسسات المتوسطة والصغيرة هي رئة الاقتصاد، فنسبة 90% من المؤسسات الجزائرية هي متوسطة وصغيرة، لها دور رئيسي وهي نفسها من تخلق الثورة والعمل. تساهم هذه المؤسسات في امتصاص البطالة، حيث تشغل حوالي 1.5 مليون عامل، وتدعم الاقتصاد الوطني من خلال تنوع مصادر الثروة الاقتصادية التي يطغى عليها الآن قطاع المحروقات. المؤسسات الصغيرة والمتوسطة مصادر رئيسة للتنمية الشاملة واستحداث مناصب الشغل في أوروبا، وهي غالبا ما تكون على مستوى راق من التكنولوجيا العالية. فالأرجح أن أي بلد قد لا يعتمد على عدد كبير من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ليس بإمكانه تحقيق تنمية مستدامة. هذه العوامل وكذلك التحولات الاقتصادية على الصعيد المحلي والإقليمي ساهمت في تحفيز العديد من المستثمرين في إنشاء مؤسسات في مختلف المجالات، ومن بين هذه المؤسسات صميمي. À l'époque, l'Algérie faisait partie d'un comité maghrébin. قديما الجزائر كانت جزءا من اللجنة المغاربية التي مقرها بطنجة، التي كانت تود تنظيم المقاولة الفرعية على مستوى البلدان المغربية الأربع: المغرب، الجزائر، تونس وليبيا. جيجل، هذه المدينة الساحلية التي تطل على البحر الأبيض المتوسط، تقع شرق العاصمة الجزائر على بعد حوالي 350 كيلومتر، وتشتهر بكورنيش فائق الجمال. يعتمد اقتصاد هذه المنطقة على الزراعة، الصيد البحري وتربية المائيات، كما تزخر جيجل بميناء سياحي وشواطئ ذات الرمال الذهبية تجذب الكثير من السياح في موسم الاصطياف. اختيار مدينة جيجل لإنشاء مؤسسة صوميمي كانت لأسباب استراتيجية، فهي منطقة زراعية فعلا، لكنها تتسع بموقع مركزي هام في شرق الجزائر. جيجل se trouve au centre des plus grandes villes de l'Est, à savoir Béjaïa, Sétif, Constantine et Skikda, entre autres. ومن جهة أخرى كان هناك مشروع مركب للحديد والصلب الذي أجهض للأسف. لهذه الأسباب تم إنشاء مؤسسة صوميمي هناك، كذلك البنى التحتية مثل الميناء بمرفئه العميق والسكة الحديدية والطريق السيار الذي يربط جيجل بقسنطينة. بهذه المنطقة الجميلة التي هيئت بها منطقة صناعية شاسعة ومجهزة بكل المستلزمات، استثمرت شركة صوميمي. المؤسسات الجزائرية هي مؤسسات عائلية، وهذا هو شأن مؤسسة صوميمي. عندما أنا ابني دراسته العليا بفرنسا عاد إلى الوطن، لم يتسلم المسؤولية مباشرة، كان عليه أن يتدرج في مناصب متعددة ويثبت جدارته. اليوم هو المسير، وأظن أنه يتدبر أموره جيداً.
الشركة المغاربية لميكانيكا الدقة والصيانة الصناعية من بين المؤسسات المستثمرة بالمنطقة، وتتربع على مساحة قدرها 500 ألف متر مربع. تنتج هذه المؤسسة مختلف أنواع قطاع الغيار للسيارات والمركبات الصناعية، قطع غيار حسب الطلب في مجال صناعة البلاستيك والزجاج وفي المجال الطبي وحتى في مجال صناعة الطائرات. Le projet a mis trois ans à voir le jour, puisque on a entamé tout sur la base. المشروع تطلب ثلاث سنوات ليرى النور. أقمنا المشروع في المنطقة الصناعية بلارا بجيجة. Nous avons positionné le projet à Blara, puisque devait se construire avant le projet de zone franche. حيث كان من المفترض إنشاء مركب يوفر لنا المادة الأولية. Au fur et à mesure de l'avancée du projet, bien sûr. تدريجيا تطور هذا المشروع وتدعم رأس مالي المؤسسة. Du besoin de l'entreprise et de son évolution. يحوي هذا الاستثمار عدة ورشات تشغل 40 آلة صناعية، من بينها 25 آلة تعتمد على التكنولوجيا الرقمية ذات الدقة العالية. وتعتمد المؤسسة على مهندسين محترفين يعملون بأرقى الأنظمة المعلوماتية في الهندسة الميكانيكية. توجه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الفتية لدول جنوب المتوسط الصعوبات الخاصة بنظام اقتصاد السوق، وهي تسعى إلى إيجاد موقع لها في محيطها الاقتصادي المحلي والإقليمي. وقد يقتضي ذلك تأهيلها من حيث تطوير مناهج إدارة مواردها وعصرنة آليات الإنتاج والتسويق. إذا كنا نتحدث عن المنطقة الأورومتوسطية وعن تشييد هذا الفضاء الإقليمي وبصفة أوسع الفضاء العالمي، هناك ترتيب سيتضح لا محالة. بمعنى أن هناك دول ستستطيع كسب حصتها من السوق بفضل تثمين قدراتها، وهناك دول سوف لا تعي بإمكانياتها وستبقى في ذيل الترتيب. المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لدول جنوب المتوسط التي ترغب في ولوج سوق الاتحاد الأوروبي المجاور مطالبة بتطوير منتوجاتها وخدماتها حتى تستجيب لمقاييس النوعية المفروضة على المنتجات والخدمات المتداولة في هذه السوق التي تشمل 27 دولة وحوالي 500 مليون مستهلك. برامج دعم وتأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي اعتمدتها حكومات دول جنوب المتوسط يتم إنجازها بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي، كما هو الشأن بالنسبة إلى الجزائر. نجد في البداية برنامج PME1 الذي نال نجاحا كبيرا، سمح بإعادة تأهيل حوالي 780 مؤسسة جزائرية تم تدعيمها للاستفادة من الخدمات الخاصة بالإعلام والدعم في مجال الحصول على التمويل. يرتكز البرنامج التهريري الأوروبي أساساً على مساعدة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على التشريح والتحليل والتكوين وتقديم التسهيلات والدراسات اللازمة للحصول على التمويل البنكي والتنسيق بين مختلف الهيئات الوطنية المعنية بالموضوع. من جهتها تسعى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لجنوب الضفة المتوسط إلى احترام مقاييس النوعية ومراقبة جودة منتجاتها لضمان ركوب عجلة الأسواق التجارية الإقليمية والعالمية. وكي تنجح المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الجزائرية لابد من إخضاعها لأطر التأهيل النوعي، فإنشاء السوق الأوروبي الموحد قد مهدت له معايير صارمة لتسهيل التسيير الأمثل لحركية السلع والمنتوجات.
برامج التأهيل بالنسبة للمؤسسات جنوب المتوسط نقلة نوعية تساهم في تحسين جودة المنتوج، لكن رغم تأهيل عدة مؤسسات وتمكينها من التحكم التكنولوجي في وسائل الإنتاج، لم ترقى حصيلة برامج التأهيل إلى مستوى تطلعات مسيري هذه المؤسسات وطموحاتها. اختصاص مؤسسة سوميمي الصناعة الميكانيكية الدقيقة هو أحد الفروع التي أدرجناها ضمن الأولويات في إطار برنامجنا. يتطلب تأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من إطارات وعمال هذه المؤسسات المزيد من التحكم في التكنولوجيا المستخدمة في عملية الإنتاج للحصول على منتجات جيدة. كما يعتمد البرنامج التأهيلي على تبني المناهج المتطورة في إدارة موارد المؤسسة وعلى رأسها الموارد البشرية بما فيه التكوين والتدريب. La ressource humaine est la base de toute stratégie économique. Ensuite, il y a les process. الثروة البشرية هي أساس كل استراتيجية اقتصادية، ثم هناك آليات الإنتاج بأقل كلفة وحسب متطلبات السوق. هذه هي الاستراتيجية الأساسية. هذا البرنامج التأهيلي مس 750 مؤسسة صغيرة ومتوسطة استطاعت التوصل إلى النتائج المنتظرة بنسبة 63%، وقد التحقت 366 مؤسسة إضافية بركب المؤسسات المؤهلة. وفي إطار خطط التنمية الوطنية للفترة الممتدة بين 2010 و2014 ستستفيد 20,000 مؤسسة صغيرة ومتوسطة من برنامج التأهيل بقيمة 3.5 مليار أورو. كما يساهم الاتحاد الأوروبي في نفس البرنامج التأهيلي بمبلغ قدره 40 مليون أورو. Si ces entreprises travaillent en tant que donneurs sous-traitants. إذا كانت هذه المؤسسات تعمل لحساب شركات دولية لصناعة قطع غيار تستخدم في صناعة السيارات والطائرات والتي تقتضي الالتزام بمعايير تتعلق بأمن المستهلك وحمايته، يجب في هذا الحال أن يحوز المنتوج على شهادة المطابقة. شهادة مطابقة نوعية هي شرط من الشروط الأساسية التي يجب أن تلتزم بها كل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة للضفة الجنوبية التي ترغب في تصدير منتجاتها إلى الأسواق الأجنبية، ويعتبر هذا الشرط من الأهداف المرجو بلوغها من خلال برامج التأهيل. تطمح المؤسسات الصغيرة والمتوسطة كباقي المؤسسات الناجحة إلى التطور والازدهار والتمركز. من الطبيعي أيضا أنها تبحث عن السوق الأوروبية لأنها من دول الجوار. نحن نمثل السوق الطبيعي للإنتاج الجزائري. اتفق الاتحاد الأوروبي وشركائه من الضفة الجنوبية على تسهيل التبادل التجاري الإقليمي، وهذا ما يستلزم مضاعفة حركة الاستثمار خاصة في قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. برامج سياسة الجوار الأوروبية في مجال الاقتصاد لا تقتصر على قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، بل تشمل مبادرات أخرى متكاملة بعضها البعض.
خلال الفترة ما بين 2002 و2010 رصد الاتحاد الأوروبي للجزائر مبلغ حوالي 640 مليون يورو، أي ما يعادل حوالي 63 مليار دينار، وقد انتقينا 5 فروع تراوحت ما بين صناعة الأغذية الزراعية ومجال الميكانيك والكيمياء وكذا الإلكترونيك ومواد البناء. برنامج مديبتكار خصص خلال 2006-2010 غلافا ماليا يقدر ب 8 ملايين يورو لمساعدة مؤسسات دول الضفة الجنوبية على إيجاد وسائل حديثة لتحفيز وتطوير الابتكار والإبداع على مستوى المؤسسات العمومية والخاصة وتوسيع شبكاتها. انفستمنت برنامج آخر يمتد خلال الفترة 2008-2011 بميزانية قدرها 9 ملايين أورو، وهو عبارة عن شبكة أورو متوسطية للهيئات التي تعمل على ترقية الاستثمار وتسهيل التبادلات التجارية ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. اتفاقية أغادير تحظى بدعم مالي قدره 4 ملايين يورو خلال الفترة 2008-2012 بهدف إنشاء منطقة أورو متوسطية للتبادل الحر تشمل الأردن، تونس، المغرب ومصر، ودعم الاندماج الاقتصادي خاصة في قطاعي النسيج وقطع غيار السيارات من خلال الإطار المؤسساتي الذي وضعته الاتفاقية. في سوريا يشهد الاقتصاد في الفترة الأخيرة تحولات عميقة، حيث تغيرت السياسة الاقتصادية المنتهجة مع التحول من الاقتصاد المخطط إلى اقتصاد السوق، وخصصت المؤسسات العامة والانفتاح على الأسواق الخارجية. ويعتمد الاقتصاد السوري على قطاع المحروقات الذي يحقق 65% من مجموع موارد التصدير، وكذلك على التجارة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الناشطة في مختلف المجالات أهمها النسيج والمواد الغذائية. تتفاوض الحكومة السورية منذ 2004 مع الاتحاد الأوروبي بغرض إبرام اتفاق شراكة. وفي إطار برنامج تسهيلات الأورو المتوسطية للاستثمار والشراكة فوميف، استفادت سوريا من قروض بقيمة 120 مليون أورو منحت لتمويل برامج استثمارية في مجال المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التابعة للقطاع الخاص. الحقيقة عندنا كان برنامج دعم للمؤسسات السورية لقطاع الأعمال بسوريا، المشاريع الصغيرة والمتوسطة، تمام. ففي عندهم برنامج، هذا البرنامج بيتلخص بأنه بيجوا بيعملوا مسح بالشركة يلي ناويين يتعاونوا معها. بالدرجة الأولى بيعملوا مسح للشركة بشكل عام وبيشوفوا موضوع نقاط الضعف والقوة. برنامج التأهيل الإقليمي بين دول حوض المتوسط والاتحاد الأوروبي جعل الكثير من المؤسسات